السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. بما أننا رحنا في وصفات رمضانية أو وصفات نقدر نقول حتى الصيف تاع السخانة، جبت لكم اليوم عصير منعش. لكن هذا العصير ماشي الوصفة نتاعي، الوصفة من اقتراح متابعة ومشتركة، نشكرها ونتمنى وكاع اللي كامل الأخوات كي يجربوا هذا العصير يدعيوا لها ويشكروها، وهي غريبة أو غريبة حلويات. هكذا الاسم تاعها محطوط. مدت لي هذا العصير قالت لك يجي مليح 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 بزاف، نجربوه مع بعض وان شاء الله الا نجحنا فيه ندعيوا لها ان شاء الله. هذا العصير قبل ما نبدا في المقادير، البنات اللي يكون عندها هكذا وصفه ولا تحب تفيد بها الاخوات بخاطركم تنجموا هكذا تمدوها لي وانا نجربها هكذا في فيديو. بشرط فقط البنات ما ترفدوهاش من قناه واحده اخرى وتجيبوها لي هكذا نقعد في مشاكل مع صاحبه القناه، هذا هو شرطي الوحيد. دونك في هذه الوصفه نحتاجوا هنا كوب من الورد الحر اللي كنت وريته لكم، هاو نعريه لكم باش تشوفوه، راه يباع عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات وكذلك عند عند العشابين، عند هذا اللي يبيعوا العشوب كاين، بصح شريوه عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات احسن. واحد الريحه راه فيه شابه صدقوني مليحه. هنا تلت حبات ليمون انا رفتهم هكذا متوسطين، نحتاجوا العصير تاعهم. دونك كوب تاع الشاي تاع الورد، تلت حبات ليمون، خمس هنا خمس سته هي ذكرت لي ست عيدان تاع القرنفل، ست حواد من القرنفل. قلت لها انا ما نحبش القرنفل، قالت لي تنجمي تقلي منه. دونك سته هي في الوصفه ست عيدان من القرنفل، واحد لتر من الماء والسكر، السكر حسب الذوق نشوفه من بعد. دونك نبدا بهذاك الماء نعملوه يغلي، نحتاجوه الماء يغلي، نعملوه في كاسرونه لتر من الماء المغلي، نغليوه ونولي لكم. دونك نعبر امامكم هنا كوب تاع الشاي تاع الورد، يغسل ويقطر، نغسله جيدا ونقطروه. نجربوه، حنا عمرنا ولا شربنا هاد الدايجي تاع هكذا تاع الورد، نجربوه وندعيو لها. شو هذا شوائب حجره فيه، شو هكذا كوب، نمشيو نغسلوه ونقطروه. وهو الورد نتاعي غسلته وقطرته، الان نمشي نعصر الليمون والماء راه يغلي. نعصر الليمون تاعي هنا ملاحظه فقط، الا كنتو ماشي تخدموا ان كاطو ولا ربيوه قبل ما تعصروه هكذا باش تربحوا هذاك لو زيست. من هذا خدموه كيما اللي وريتكم في الوصفه، السكر وتيبسوه من احسن. شوفوا هاد العصاره البنات، الحاجه اللي فيهم مليحه فايزون اللي ما تعصروها مره واحده، نحيو لها غير هذا الراس هكذا، نظر الاغلبيه عندهم هذه وهكذا وتضغطوا عليها بهذه تعصر بيان، شوفوا تقعدوا تدوروا حتى تغطس كليا تعرفوها بلي صاي تعصرت الحبه. واللي عندها كيما هاد العصارات تكتب لي في التعليقات باش نشوفوا شحال راه عندنا كيما هاد العصاره. انا شريت هادي شحال، شريتها ملفر، شوفوا تعصر كليا الحبه مليحه. هنا الماء تاعي غلا، نرمي هذاك الورد اللي كنت غسلته وقطرته، نرميوه هنا في هذا الماء الساخن المغلي اللي غليناه، نرميوه وخليوه غطيوه وخليوه يطلق وحتى يبرد لنا كليا هذا الخليط. شوفوا ضربوا واحد التحريكه هكذا، خليه يطلق هذاك الورد، نغطيه ونشوفوه من بعد. عفوا هنا نسيت قبل ما نغطيوه نرميوه هنا القرنفل، قلت انا المقادير مدتهم لي هي فيهم ست حبات ست عيدان تاع القرنفل. انا عملتها مادو عملت خمسه، نقصت وحده عملت خمسه، تحبوا تعملوا كيفي تحبوا تعملوا كيما مدت لنا السيده، فيه ست حبات. حنا نعملوها بالوتر خمسه، نغطيه ونخليه خلي حتى يبرد كليا هذا الخليط. بعد ما تركت تشوفوا الورد اللون تاعو كاع مشى، شوفوا طلق كليا، شوفوا اللون كي ولا تاعو. دوك نصفيوه في نفس المصفات اللي كنت صفيت فيها، واحد الريحة راها شابة بزاف. شوفوا مام داك اللون عطاه لنا شباب. نصروه كاع داك الما يود، شوفوا اللون تاع الورد كاع مشى في هذاك العصير.
نزيد هذوك العصير تاع الليمون، شوفوا شحال جاني، صفيوه. وهنا السكر نضيفه على حساب الذوق، هنا السكر نتوما تتحكموا فيه، كاين اللي يحبوا ليه يجي حلوين بزاف وكاين اللي ما يحبوهمش حلوين بزاف. انا نعمل زوج معالق كبار ونشوف، نذوق ونشوف. وحده زوج خلطت ونذوق ونشوف لا لا من هذاك هو ولا لا. اللون تاعو صراحه راه يهبل حتى الريحه، دونك الذوق مانيش عارفه. ندوب السكر تاعي ونذوق. نمشي في الكاس ونذوق. نزيد السكر، خصو السكر. نزيد عاود زوج ونشوف. حنا نتاستيو. هذه هي النتيجة. أنا دوك عملت 4 معالق تاع السكر. هنا دوك تو سخون كشغل ما تستبنوهش. جا مليح، إوا جا مليح، بصح ماشي كيما عصير الليمون ولا. هذا هو اللون تاعو اللي راكو تشوفوه فيه. دونك نتحيه في الثلاجة ونشوفوه بعد ما يبرد، نزيدو نعاودو نطوقوه. وهذا هو العصير، هذا هو العصير اللي تحصلوا عليه اكثر من لتر. ماجي اللون تاعو حمر، ماجي شباب، يعاود يبرد نعاود نذوقو ونقول لكم النتيجه كيفاش خرج. بالنسبه للوصفه عطاتاني الاخت غريبيه الحلويات او غريبه الحلويات، نفس الوصفه لكن انا حبيت نعملها بلمستي الخاصه، لان افراد العائله انا كاين شوفوا كاين اللي يحب الجو العصير حلو، وكاين اللي يحبوا كيما انا. عجبني بزاف هذيك الوصفه تاع حملت فيها 4 معالق تاع السكر، جات هايله. دونك انا الطريقه تاعي 1 لتر من الماء، نزيد عليه كوب هكذا كبير تاع 200 غرام تقريبا تاع السكر، هذا يرفد 200 غرام. دونك انا عملت هنا 200 غرام تاع السكر و 200 ملل عصير الليمون، نضيفهم على هذا الماء، نوضعوهم على النار يطيبوا كيسيروا يغليو. نضيفوا هذاك الليمون ونوضعوهم على النار حتى يغلي ويذوب هذاك السكر ويوصلوا درجه الغليان. وبالنسبه لهذا الورق نفس الطريقه، نغسلوه ونصفيوه ونعاود نولي لكم. الخليط نتاعنا وصل درجه الغليان، داب داك السكر وحطنا على شراب خفيف. الان نزيد هذه الحيده نتاع القرنفل، دائما انا نستعمل 5، ونزيد الورق اللي كنت صفيته وغسلته وصفيته، غسلوه وصفيوه البنات. وماذا بيكم البنات الاقتراح تردوا عليا، الى يعجبكم هذا الاقتراح نبداو شاك فوا نعملوا وصفه تاع وحده تكون مجربه وتقترحها علينا باش نستافدوا كاع مع بعضنا بعض. وانا هذا ندخلنا عليها اللبسه كذلك تاعي، كيما هنا في الجي في العصير. نشكروا الاخت، نشكروها بزاف بزاف. فقط هنا الملاحظه اللي نمدها لكم البنات، ما تكونوش رافدينها الوصفه من القنوات باش ما يصرناش مشاكل. نغطيو هذا ونخليوه يبرد ونعاود نصفيوه. نلتقي ان شاء الله من بعد. نصفي العصير تاعي كيما صفيت الاول نفس الطريقه، بعد ما خليت هذاك الورد تلق كاع اللون تاعو شويه برد. نعملو هكذا في زجاجات ونتحيوه في الثلاجه يبرد جيدا، نتناولوه بارد. وهذا هو العصير اللي تحصلنا عليه، جا شويه اكثر من الاخر، فقط هذا جا في البنه احسن. دونك تحبوا الطريقه الاولى الطريقه الثانيه، نفس المقادير غير هنا السكر زياده بشويه. نشوفوه ان شاء الله في صحن التقديم. وصلت معكم لاخر الفيديو، وهذا هو جي امامكم. كاين تاع مطبخ سلسابيل الاقتراح تاعي، فقط هنا زدت لمستي. وكاين تاع غريبه حلويات، الحقيقه جاو ملاح بزاف، الزوج جاو ملاح. هنا كيما تقدروا تعملوا غير ديك القرنفل والورد، تغليهم بالماء وتزيدوا لهم مركز الليمون اللي كنا خدمناه وخبيناه في المجمد. تقدروا كذلك تعملوا هذه، نعملوا هذه تاع الاخت نفس الشيء، غير شويه واحد شويه جا حلو على الاخر. بصح الناس اللي يحبوا ديك الحموضه جا مليح بزاف، جا شباب. هذا تحضروه سهره رمضان كي تخرجوا من التراويح تشربوه، هكذاك بارد يكون منعش، جا مليح صراحه جا مليح. نشكروها، نشكروا الاخت، ونتمنى ان شاء الله كاع البنات اللي جربتوه شكروها كذلك، قدموا لها الشكر في التعاليق. ونستنى الاقتراحات نتاعكم، ننتظر الاقتراحات نتاعكم. هكذا كذلك تقدروا تزينوا هكذا بشويه تاع الورد.
وهذا هو بالنسبة لعصير الورد المنعش، القرنفل والليمون. نتمنى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. ما تنساوش الا جربتوها لايك لا فيديو، بارطاجيو لا فيديو، واللي اول مرة تزور قناتي تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد القناة. نشكركم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.